سيدات بنسلم، احنا بنسلم السيدات الشيكات اللي سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر تعليماته بأن صندوق تحيا مصر يتيح 50,000 جنيه لكل سيدة. لما السيدات كانوا في لقائهم مع السيد الرئيس لما كرمهم ومنحهم وسام الكمال يوم عيد الأم، تعددت طلباتهم، اللي طلبت شقة واللي طلبت تحج واللي طلبت حاجة لأولادها، ولما برضو لقينا ان في طلبات مختلفة واحتياجات مختلفة، فكانت يعني مفاجأة جميلة وهدية كريمة من السيد الرئيس انه قال كل سيدة بالإضافة الى الوسام والتكريم هتحصل على 50,000 جنيه. فإحنا كنا بنتابع موضوع استخراج الشيكات وانتهزناها فرصة طيبة إن إحنا كمان نطبع لهم الصور التذكارية اللي صوروها مع السيد الرئيس علشان نسلمها لهم. فمجرد إحنا هنا بنسلم هذه الشيكات للسيدات وبنكرر يعني شكرنا وشكر وزارة التضامن وبالنيابة عن السيدات وعن المرأة المصرية. الحقيقة بنشكر سيادة الرئيس على هذا الكرم وهذا التقدير. الحقيقة الأهم من الفلوس القيمة الرمزية الكبيرة والرسالة الكبيرة اللي هو أرسلها من خلال لقائه للأم المصرية، اللي من خلالهم كرم كل الأمهات المصريات، كل من تعبت وربت وسهرت وخرجت أولاد للمجتمع متعلمين وعاملين ومحبين لبلدهم. فإحنا بننتهز الفرصة دي عشان نشكر السيد رئيس الجمهورية، وهو الحقيقة نقل احتفال عيد الأم نقلة نوعية كبيرة جدا وأضاف له قيمة كبيرة جدا، وكرم من خلال السيدات دول كل ست في مصر. فبشكر. شكرا.